بحث السيد سمير عبد الله ناس رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين مع السيد عبد الرزاق الزهيري رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية خلال اجتماع عقد على هامش اجتماعات اتحاد الغرف العربية سبل تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية مع جمهورية العراق الشقيقة. وخلال الاجتماع أكد ناس أن السوق العراقي مهم جدا للصادرات البحرينية، ويبدو ذلك جليا من خلال نمو تلك الصادرات بنسبة تصل إلى 47% في العام 2020 مقارنة بالعام 2019. وأضاف أن هناك تطلعات وإرادة جدية من دول مجلس التعاون الخليجي نحو زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري مع جمهورية العراق كأساس للتنمية والازدهار في المنطقة العربية. وبدوره أعرب رئيس اتحاد غرف التجارية العراقية عن رغبة بلاده في تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي مع مملكة البحرين، مشيدا بالنجاحات التنموية التي تشهدها مملكة البحرين على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية. عقدنا هذا اليوم اجتماع مع السادة أعضاء غرفة مجلس التعاون الخليجي برئاسة الأستاذ الفاضل سمير ناس، وكان اجتماعا إيجابيا وهو التحضير للمؤتمر القادم لدول مجلس التعاون الخليجي الاستماري مع الحكومة العراقية والقطاع الخاص العراقي بالتحديد. وشكرا لهم جميعا باسمي وباسم شعبي العراق على هذا الاهتمام الملفت، وحقيقة كنا نتمناه من زمن طويل أن يكون هناك تعاون اقتصادي ما بين دول الخليج والعراق، وبالتحديد هناك رؤى كبيرة وخطط إيجابية للنمو والتوسع في هذا المجال، وفي اعتقادي سيكون التعاون مثمر وإيجابي لما تمتلكه المنطقة في دول الخليج من إمكانيات مالية هائلة وما يمتلكه العراق من موارد وثروة طبيعية مائية كانت أو صناعية، وبالتالي سينعكس إيجابا على العراق وعلى الخليج بالتحديد.